القاهرة محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية، ما هي الأسباب وراء ارتفاع الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ صباح الخير. صباح الخير. الدولار الأمريكي أسباب ارتفاعه عديدة. أولا، البيانات التي جاءت يوم الجمعة الماضي لسوق العمل والتي أصغرت انخفاض البطالة لأدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، فبراير 2020. أيضا المخاوف التي كانت من متحور أوميكرون خفت قليلا بعد أن خرجت بعض التصريحات تقول أنه لم يشكل خطر كامل أو مزيد من الخطورة في الوقت الحالي، فبالتالي هدأت الأسواق قليلا وبدأت في الاطمئنان. كل ذلك أدى إلى احتمالات أو زيادة الاحتمالات من قيام الفدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة أو القيام أولا بتجديد سياسته النقدية عن طريق تقليص برنامج شراء الأصول الذي بدأه بالفعل في منتصف الشهر الماضي، وهو ما أكده جيروم باول في خلال تصريحاته خلال الأسبوع الماضي أثناء شهادته أمام الكونغرس الأمريكي. والتصريحات المتعددة من أعضاء الفدرال الأمريكي التي تؤيد والتي تطالب بتسريع وتيرة تسديد السياسة النقدية للبدء في رفع أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المستمر لأرقام التضخم، وخاصة أننا في انتظار هذا الأسبوع لبيانات التضخم الأمريكية وبيانات التضخم الصينية أيضا. نعم نعم. ماذا عن الليرة التركية؟ نذهب من الدولار إلى الليرة التركية مباشرة، بسبب يعني هنالك العديد من التراجعات الواضحة لأداء الليرة التركية. هل من المتوقع أن نصل إلى مستويات 15 ليرة تركية مقابل الدولار في ظل المعطيات إن كانت السياسية أو الاقتصادية المؤثرة على أدائها؟ الليرة التركية لا تزال تحت الضغوط السلبية إلى الآن. اليوم عادت مرة أخرى لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، بالقرب من مستويات ال 14 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كل ذلك بسبب أن الحكومة أو الرئيس التركي يصر على خفض أسعار الفائدة مؤخرا وخلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في 3 سنوات. لا. التضخم الآن مرتفع بحوالي 21.3%، كما قلت في أعلى مستوى تقريبا في 3 سنوات، والبنك المركزي التركي والرئيس التركي يصرون على خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أو تتجه أغلب التوقعات إلى أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 50 إلى نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الحالي أو الأسبوع القادم. فكل ذلك يضغط على الليرة التركية، وبجانب بعض التصريحات القطرية التي أشارت أنها تراقب الحليف التجاري أو الحليف الشريك الاقتصادي، ضغطت أيضا على الليرة التركية. فكل تلك الأمور ممكن أن تدفع الليرة التركية لمزيد من الهبوط، خاصة مع إصرار البنك المركزي والحكومة التركية على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بالرغم من ارتفاعات التضخم. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.